نعطيك مناعة، لأن أنت بدون هذا كروموسوم الكس فلس ما تسوى بالطبيعة، ما تقدر تعيش. أنت وكروموسوم الزب المشذب بالطبيعة ما تقدر تعيش. روح اقرا حبيبي بيولوجي، خاف على بالك. انا يعني انا احكيكم بطريقه سوقيه، اقرب شيء لعقولكم، لان انتم عندكم هوس بهاي الاعضاء، فيعني هذا اقرب شيء طبب لك العلم بطريقه سكسيه مثل ما نسميها جنسيه. فيا عيوني يا عيوني، احنا مورثيك كروموسوم الكس على مود، يعني على مود يصير لك حياه، على مود يصير لك حياه. لكم الحياه احنا نعطيكم اياها، بالاخير تقتلونه، بالاخير تشردونه، بالاخير تضربونه، تعوقونه. هاي حق جزولك يا كلب، يا ابو جينات الخايسه، يا ابو ماده الوراثيه الخايسه، يا كروموسوم الزب المعفن اللي عندك. ما هو كروموسوم الزب مالتك لين حقير، فانت انسان حقير مثله. هو اصلا شحيح الموارد على فكره، يعني هو مقارب للانقراض. واتمنى من الطبيعه على السوالف الخايسه اللي سويتوها بينا قليل حقكم الانقراض، وانا اقول لكم اياها انه ترجعون تصيرون اناث، لان انتم بالطبيعه اسمك العلمي انثى متحوله بالطبيعه بدون تدخل بشري. يعني انت يا حبيبي انثى، واللي داخلك انثى، بس مع ذلك حقيره وواطيه. انثى متحوله بالطبيعه ناشف ربنا، سميناها زب او ذكر متحول. هاي واحد. هسه نرجع على الانثى المتحوله اللي هو حضره جنابك اللي عندك زب. هسه انتوا اناث متحوله بالطبيعه، واللي ما يريد يصدقني يروح يقرا بيولوجيا ويشوف هذا كروموسوم الاكس شنو هاي الماده الوراثيه اللي مورثيها احنا الكم. فرحان بنفسك انت ذكي؟ لا حبيبي انت مو ذكي على فكره. هذا الواي اللي معطيكم اياه، او الواي اللي شذ اللي هو كان كروموسوم اكس وتحول وصار كروموسوم الزب اللي انت فرحان بيه واللي قاعد تتنابز بيه، مع انه من الطبيعه ما اعطتك اياه على مود تتنابز بيه وتحسسنا انه والله شيء دندل. يعني ترى هو ما اعطتك فتوى شيء الدندل في سبيل، ومن الطبيعه تحب التنوع والتغيير، ومن الطبيعه يعني تحب التغيير هي من اول. يعني هي لو ما رايده انه التغيير وهذا الاشياء، ها كان ما خلتنا نتبرع مثل البكتيريا، حالنا حال البكتيريا، لا تنيج البكتيريا ولا، وهي احيانا هم تنيج، عندها شيء اسمه الكونجكيشن الاقتران، يسوي هيك وتتبادل المواد الوراثيه، وهي تماما مثل النيج. يعني حتى اصغر الكائنات تنيج، بس بدون كل هاي الدراما اللي يسووها. يعني ناس اثنين يتنيجون، مو شرط انه هذول الناس اثنين يتنيجون لازم كل العالم تدري بيهم قاعدين يتنيجون، والكس يطب الزب والزب يطب الكس، ما صايره بس الا بعالم البشر الخسيس مثلك. ها لانه شوف هسه الحيوانات ما هاي 24 ساعه تتنيج، الحيوانات عندها مواسم حتى ما النيج، النيج علني، يعني تتنايش علني وبعلم البشر. عشان ما يقعدون ناس تقتل ناس، وناس تبتز ناس، وناس تحكي على ناس، وناس ما تدري تريد ايش تسوي بناس، ما صايره هاي بس بعالم الجنس البشري القذر الخسيس الخايس. احنا انت تقولون احنا مانيش بالحيوان، انت حبيبي الحيوان احسن منك ومن امثالك ومن طريقه تفكيرك. حتى الحيوان ما قاعد يتنابز، ما قاعد يسوي اللي انت تسويه، ما قاعد يسوي. يعني شفت حيوان بحياتك مطي يقتل اخته لان كانت تتنايش؟ شافها لعد شلون يتكاثر الجنس المطايه، شلون يعني اذا ما تتنايش اخته ويظل يباوع على كس اخته وقاعد وخال ايده على كس اخته، شو بالاخير شلون يتنايش؟ شو يتكاثرون الجنس المطايه؟ طبعا يتنايشون ويا هاي الحياه هيجي. يعني مطيك زبك انت على متتفرج عليها، لو تخلي متحف اللوفر للعلوم الطبيعية. مطيب زبك على مود بي تكاثر. والكوس همتين شنو الكوس؟ يعني كوس اختك يعني نخليه بمتحف اللوفر للعلوم الطبيعية ونتفرج عليه؟ ها هيك ينقرض الجسم البشري مثل الديناصورات. طبعا احنا هاي كساستنا وزبوبتنا وظائفها تكاثريه، نيتش يعني نيتش. هو شنو وظيفه التكاثري؟ هو عباره عن نيتش. ليش مستغرب من الحياه؟ شو بس انت خطيه مخروع من 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 كس المراه ومن من من زبك. مخروع انت حبيبي جاي للدنيا مخروع. انا زبك منفصل عن عقلك، ما دافتهم. رغباتك الزبيه تختلف عن رغباتك العقليه.
يعني تنيت وتصيح قحبه، يرفض الشيء وزبك يريد الشيء، اصلا هاي عندك عندك يعني نوع من من التضارب يا عيوني، تضارب، وهذا معناتها شيزوفرينيا. انت مكانك حبيبي مصحة العقليه، مكانك كبشر تمشي ويانا على الكره الارضيه، لان انت تعتبر خطر سريع الاشتعال. هذا الواحد يحكي وياكم، ما تقبلون الحقيقه، شنو اقعد اطبطب لكم على طيازتكم حبيبي؟ 16 سنه انا دارسه، 16 سنه، اربع أرب... لا خمس سنوات رسبت انا اصلا اخر سنه، 16 سنه ادرس، تجي انت حضره جناب زبك الكثيف اللي يعلمني البيولوجيا من خرم طيزك، تعلمني البيولوجيا من خرم طيزك حبيبي، تقول لي تعال امشي شف عفه وشرف، عفه وشرف حبيبي شنو تنيش بيها حبيبي؟ ليش هو الجنس البشري يتكاثر بالشرف بالعفه بالستر؟ الانسان ينقرض بهاي المصطلحات، بس اقول لك هاي المصطلحات تعرف شنو هاي؟ هاي يسمونها الهيمنه الذبذبيه، مو هرمون الذبذب يصعد بعقلك يضرب فيوز فتقوم تجيب هاي المصطلحات، شرف عفه ستر اخلاق حبيبي، اي واحد هسه تعطيه اخلاق حينقرض مثل الديناصورات، ما راح ينينش لانه لازم يعتكف الفن ويروحون يخلون زبه او كسها بمتحف اللوفر للعلوم الطبيعيه. نرجع على كروموسوم الزب اللي يعني شاب بالطبيعه وبالاخير خبلك وسوى لك جنون البقر، يا انثى يا متحوله، تعالي يا انثى يا متحوله، اللي طبعا صار عندك تغيير الانثى المتحوله اللي هو انت حضره جناب زبك الكثيف، اجى هذا الكروموسوم الجديد طبعا لان هو شحيح الموارد، وهو كل اللي يعطيك اياه حبيبي صفات جنسيه معينة، صفاتها الجنسية من عندها كبر العضلة، هو ناتج ربنا هذا حرفيا، يعني هذا كروموسومك الخايس ناتج حرفيا ربنا، ف يجي هذا الكروموسوم يعطيك شوية يدندل يعني الكس، يعني بالطبيعة كس عندك فيدندل لك اياه يسوي لك اياه زب، دندل لك اياه يسوي لك اياه زب، يعني دندل اكو احجام طويل قصير ما ادري شنو حسب الماده الجينيه اللي التحوير مالتها شلون، طبعا هاي بالوراثه، طبعا توروثها انت من ابائك واجدادك، خط الاباء والاجداد طبعا كله مزبزب، كله مزبزب وشكل يا لوز تزبزب بيزي غالبيه العظمى، على فكره غالبيه العظمى من 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 مادتك الوراثيه اللي هي موروثه من هذا الكروموسوم المزبزب، ماده شحيحه ومن درسو لقوا يعني بقواعد او ماده الماده متكرره تتكرر كم، انه انت شلون عقلك انت المزبزب من تظل مشكل فكره معينه، وانا اشوفكم على الرسائل اللي تجيني طبعا على الخاص يظل يسوي انزعي ويظل عده هيجي انزعي، شو عينان هذا الكروموسوم اللي مزبزب يظل يعني يضاعف نفسه والمات المضاعفه هي نفسها فعنده استعداد يظل يسوي انزعي هو نفس مالتك الماده الوراثيه اللي انت وارثها اصلا من ابائك واجدادك، مقرف يا اخوي مقرف، اذا تفعل جانبك الانثوي لو تعتمد على الماده الوراثيه اللي جايه من كس امك كان ما طلعت بهاي الطريقه، انزعي اكو واحد عندي بالانستغرام طبعا اباوع افتح الرساله مالته بس هيك انزعي ما عقله كله هيك، هذا كل منين جاي هاي الماده الوراثيه مال هذا جنون البقر جاي طبعا من الماده الوراثيه اللي وارثها من زببو، يا قرف انت قرف، الانسان اللي يقعد على اساس يريد يميز نفسه على بقيه الكائنات انه هو عنده عقل يفكر به، بس انت طلعتوا مثل هاي النطف، شايفين النطف على مود تلقح بويضه 3 ملايين نطفه يستشهدن بالطريق، يعني بالطريق قبل ما يوصل، انت نفس الشيء، ذاك من ذاك يطلع من عندكم عقله يفكر، من عندكم
ذاك من ذاك، هالدور يجيبوا لكم دين وما يخليكم تفكرون الا بذنبكم. بعد نقرا على نفسنا سلام يا جماعه، نقرا على نفسنا سلام حقيقه، ما اكذب عليكم، نقرا على نفسنا سلام. اولا انتم يعني انا احكيكم اياها صراحه، لا علم ولا فهم ولا صنع حضاره، انتم صنع قدر. انا اقول لك شنو الشيء خايس بالعالم انتم تنجذبوا له، مثل الانجذاب البرانه الحديد للمغناطيس، نحكيكم درس فيزياء هماتين. فرحانين بنفسكم، هذا مكتشف وذاك ما ادري ايش مسوي، ليش مكتشفت ايش مكتشف انت؟ انت اسمك من اسماء اللي موجوده بالمنطقه، ايش مكتشف انت؟ انا اقول لك ايش مكتشف، مكتشف مجموعه فضايح تباوع بها كسمره، هذا اكبر طموحك يا اخوي، اكبر طموحك تباوع كسمره او تنيش كسمره، اكبر طموحك صار هسه بالعراق، ما اكذب عليكم. باع نزع نزع باع، دا اقول لكم انتم ما الماده الوراثيه معفنه، مو دا اقول لكم انتم الماده مالتكم الوراثيه اللي جايت لكم اللي وارثيها انتم من زبابكم هي خايسه ومعفنه، ما اكذب عليكم ما اكذب عليكم. هذا انتم هذا انتم وش ما تريدون تسوون؟ ما توصلون هلقد، لان الكروموسوم الكس اللي وارثيه من امكم هو اللي يخليكم على قيد الحياة إلى الآن، تتنفسون وتاكلون خرب راسنا، هو اللي يخليك عايش، هو اللي يخليك، هو اللي يخليك يحميك من الأمراض، بس باوع الطبيعة ما ضربت بحجار. تصور لو يصيبك كورونا، لو يصيبك كورونا أنت مناعتك أقل من مناعة المرأة، ليش؟ المرأة بالطبيعة عندها اثنين يحميها، اثنين من كروموسومات الكس تحميها، يعني مضاعف المناعة مالت. أما أنت بس كروموسوم الكس يحميك، كروموسوم الزب اللي ورثه، هذا كروموسوم الزب اللي ورثه من زب أبوك، هذا ما يحميك، ولذاك تفتس بسرعة. وحتى أعماركم مقارنة بأعمار النساء أقل، 7 سنوات أقل من عندنا، ليش؟ لأن هذا كروموسوم التزبزب اللي 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 ورثك إياه زب أبوك ما يحميك بالطبيعة، ما يحميك، مع الأسف أقول لك إياها، وهاي حقيقة علمية ما أكذب عليك، ما أكذب عليك، هاي الحقيقة العلمية المرة اللي أنت ما تريد تسمعها. لذلك هذا حقوقكم وغيرتكم، أنتوا تريدون تشعرون، ترجعون تشعرون بشعور الأنثى، لأن الأنثى بداخلكم أقوى أقوى من هذا. لذلك تشوفون نفسكم أنتوا مو بسلام ولا باستقرار، ودائما تروحون تسوون انتحار جماعي بحروب تشنوها على الباقين، وأنتوا تدرون أنتوا تروحون كل زين الحرب يعني راح تروح تفطس، بس لان ما هالقد ما طايقين نفسكم، ما طايقين اجسامكم، فتروحون عقيده اخترعتوا لكم دين. شوفوا هسه المراه هي منسجمه ويا الطبيعه، منسجمه جسمها وهي حياتها منسجمه ويا الطبيعه، فما تقعد تخترع لها دين على مود يكملها ولا لا، هي تحس نفسها كامله ما تحتاج لها دين، بس انتم من هذا النقص اللي جاي من كروموسوم الزب اللي موجعتك دائما شعرك بالنقص، على مود تكمل النقص مالتك تروح تسوي لك دين، تسوي لك عقيده، تدخل بعصابه، تسوي لك مافيا، تروح تخترع لك شيء، لان انت مو بسلام داخلك، مو بسلام داخلك. هذا اللي اريد اقول لكم اياه.